انا عارف ان بقالي فتره مركز على الاكل الايطالي، بس ده عشان الاكل الايطالي حلو وشبهنا كده، شبه ذوقنا، والاكله دي بالذات اقتصاديه وسهله وسريعه وحلوه جدا. انا عمر عربي، وفي الفيديو ده هوريكم ازاي اعمل سباجيتي بولونيز. اول حاجه سلقت المكرونه، غليت ميه على نار عاليه وحطيت فيها معلقه كبيره مليانه ملح، وحطيت فيها مكرونه سباجيتي. عاده بكسرها من النص عشان تبقى قصيره، بس انتوا بتضايقوا لما بعمل الحركه دي، فسبتها طويله المره دي. بعد دقيقة كده لما جزء المكرونة اللي في المية طري، غطست بقيتها عشان تتسلق كلها، وقلبتها عشان ما تلزقش في بعضها، وسبتها تستوي. لما المكرونة استوت خالص كده، خدت كوباية من المية اللي اتسلقت فيها وصفتها. بعدين جهزت الخضار اللي هستخدمه. الكرفس قطعت الورق بتاعه، مش محتاجه في الوصفة دي، هستخدم بس الستيكس اللي من تحت. وقشرت جزرة وبصلة متوسطة، ده اللي هستخدمه مع اللحمة. التلات طماطميات دول هعمل بيهم عصير الطماطم. ضربت الطماطم في الخلاط مع نص كوبايه ميه، والكرفس والبصل والجزر بشرتهم في الكبه. الكرفس طعمه بيكون قوي جدا في الاكله، لو مش بتحبوه ممكن تشيلوه من الوصفه خالص، بس رايي انه بيدي طعم حلو جدا. لما الخضار اتبشر كده بدات اعمل صوص البولونيز. عشان اوفر في المواعين سخنت زيت زيتون في نفس الحله اللي سلقت فيها المكرونه، وحطيت الكرفس والبصل والجزر المبشور عليها، وقلبت 3 او 4 دقايق كده لحد ما الخضروات دي بقت طريه شويه. الريحه هنا بتكون تحفه لا تقاوم. بعد كده حطيت عليهم ربع كيلو لحمه مفرومه. بعدين قلبت اللحمه وانا بحاول افتتها كده، بس كانت لسه متجمده شويه وغلبتني، فاضطريت استخدم طرق تانية. كده وزن اللحمه اللي حطيته قد مجموع وزن الخضروات اللي شوحتها معاها. دي النسبه اللي انا بحبها، بس انتوا ممكن تغيروها براحتكم. بعد ما اللون البينك بتاع اللحمه اختفى خالص واللحمه شبه استوت، حطيت عصير الطماطم ومعلقتين كبار مليانين صلصة أو معجون طماطم، ومعلقة صغيرة ملح، ومعلقة صغيرة فلفل أسود، ومعلقة صغيرة روزماري، دي اختياري مش لازم. بعدين حطيت شوية من المية اللي سلقت فيها المكرونة وقلبت كويس، وهديت النار خالص، وغطيت الحلة وسبت الصوص يستوي على نار هادية. بسيبه يستوي من ساعة لربع لساعة، في النص بس بفتح عليه عشان أشوف لو محتاج أزود له مية مغلية. بعد الساعة الا ربع الصوص كان لونه بقى احمر قوي وقوامه تقل، لما امشي عليه بالمعلقة مش بيسيح على بعضه بسرعة كده. دقته عشان اتأكد انه مش ناقص حاجة، لقيت نفسي بس محتاج ازود نص معلقة ملح صغيرة، كده مجموع الملح اللي حطيته معلقة ونص، بس لازم تدوقوا بنفسكم. طفيت النار عليه ورحت اشوف المكرونة، لقيتها نشفت ولزقت في بعضها كده عشان سبتها كتير، بس ده مش مشكلة، صبيت عليها كوباية مية مغلية وقلبتها بايدي كده ففكت خالص كأنها لسه معمولة. التقديم بقى ليه طريقتين، ناس بتحب تحط المكرونة بيضة زي ما هي وتحط عليها الصوص من فوق، دي بيبقى شكلها أحلى في الصور، بس في الحقيقة أنا مش بحبها كده. أنا بحب أحط المكرونة على الصوص في الحلة وأقلب كله في بعضه، فلما أحط المكرونة في الطبق تبقى غرقانة في الصوص كده وبس كده. الأكلة اتعملت بسرعة، ومن كتر ما هي حلوة اتاكلت بسرعة برضو. جربوها وقولولي رأيكم، وما تنسوش تعملوا لايك على الفيسبوك، سبسكرايب على اليوتيوب، وفولو على الانستغرام.